هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر، واحنا خلاص ايام بتفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، ومعاه بتبدا اجازه طويله بيحلى طبعا فيها الخروج والفسح والسينما. الموسم ده هيكون فيه عروض مميزه جدا لسينما الشعب بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ووزاره الثقافه. يعني بالظبط يا استاذ، احنا يمكن الخروجه المميزه لينا او المفضله في العيد دايما بتبقى السينمات. صحيح. ده طبعا بجانب برنامج فعاليات فنيه وثقافيه هتمتد خلال الاجازه الصيفيه، وهيكلمنا عنها نائب رئيس هيئه قصور الثقافه الكاتب محمد ناصف اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك، وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير على حضراتكم، وكل سنه حضراتكم طيبين ومصر طيب بخير وسعاده وسلامه، وان شاء الله عيد اضحى مبارك على مصر وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. يا رب. يعني إحنا كنا بنتكلم إن يمكن الخروجة المفضلة لينا كمصريين في العيد هي السينما، بنحب نتفرج على أعمال سينمائية مختلفة، فعايزين حضرتك تكلمنا عن الأعمال اللي هيتم عرضها خلال موسم عيد الأضحى في سينما الشعب، وأبرز كمان أماكن العرض دي هتكون إيه؟ والله هو إحنا إن شاء الله في أربع أفلام هيتم عرضهم في سينما الشعب، وطبعاً سينما الشعب هي سينما بتقام في مسارح وسينمات الهيئة العامة لأصول الثقافة. هذه السينمات موجودة في 18 محافظة من المحافظات في 20 سينما. هيتم افتتاح سينما جديدة اللي هي ديار بنجم إن شاء الله يوم 12 يونيو معالي وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة، وجه ب يعني اتخاذ كافه الاستعدادات. كان تواصلنا مع رؤساء الاقاليم في اجتماع ان الامر يكون جاهز ببرنامج مكثف زي ما حضرتك قلتي لافتتاحات لافتتاحات هذه الافلام، وايضا للعروض الفنيه اثناء عيد الاضحى المبارك. من اهم الافلام اللي موجوده عندنا اولاد رزق، عصابه الماكس، اللعب مع العيال، واهل الكهف، وان شاء الله يكونوا باذن الله يعني من الافلام الجميله المحببه، لان هي عباره عن تشكيله يعني متنوعه بين الكوميدي والاكشن. الكوميدي هيوان والكوميدي والاكشن لمجموعه محببه من النجوم في مصر اللي كل الناس بتحبهم، وان شاء الله يبقى خروجه زي ما حضرتك قلتي بسيطه وجميله وغير مكلفه واقتصاديه. بالظبط، في الاول وفي الاخر اسعار رمزيه. التذكره ب 40 جنيه، يعني لو عيله طلعت مش هتتكلف كلها على بعضها، لو هم خمسه 250 جنيه، ويقضوا خروجه جميله ومترفه. طبعا بتبدا السينمات من الساعه 10 الصبح لغايه 12 بالليل كل يوم. العيد بيبقى طبعا الامر يعني في عدد كبير من الناس، والحمد لله بيبقى في اقبال كبير على السينما. في ايضا برامج اخرى الهيئه العامه لاصول الثقافه اعدتها. طيب قبل ما نروح يا استاذ محمد للبرامج الاخرى، حضرتك قلت انه بيكون في اقبال، وميزه من مميزات التعاون ما بين الهيئه والشركه المتحده انه بيكون في تخفيض لاسعار التذاكر زي ما حضرتك قلت، ان التذكره ب 40 جنيه، ودي حاجه كويسه جدا في هذا التوقيت، لان التذاكر في السينمات بره بتبقى غاليه جدا. ازاي احنا نكون حريصين اكتر على ان يكون في اقبال، مزيد من الاقبال من الناس؟ ازاي بنعرف الناس حاجه زي دي؟ والله هي يعني مش عايز اقول لك، يعني في طبعا اعلانات في كل مكان، في اعلانات على قصور الثقافه. مش عايز اقول لك ان في العيد بيبقى الاقبال تاريخي، وكان الناس يعني لا تجد غير فسحه السينما زي ما حضرتك قلت، وهي فسحه محببه لكل الناس، يعني بيبقى زي ما بيقولوا طوابير، وكاد يكون ان اكثر ميزانيات او اكثر دخول ل سينما الشعب بيبقى في المواسم مخصصه في العيد. مفهوم. فالعيد الناس راحه مباشره يعني. وبعد العيد بيبقى بقى الامر على حسب طبيعه كل بيت وكل اسره. ولكن بنشوف ده مثلا يحدث تكثيف مره اخرى في ايام الاجازات اللي هي بتبقى جمعه سبت حد وهكذا يعني. يعني نسب التخفيض يا فندم بتستمر حتى مش مواسم بس؟ لا لا، ده هو السعر موحد طوال العام، يعني في العيد وغير العيد ب 40 جنيه للتذكره يعني. وطبعا ان شاء الله فيه خطه لافتتاح مواسم اخرى خلال الايام القادمه. احنا عظيم. ان شاء الله هنفتتح في العيد، احنا قلنا سينما ديار بنجم لاول مره يوم 12 يونيو، وان شاء الله هيتم افتتاح سينما بالبيت بعد كده. الاستاذ سامر عبد المنعم رئيس الاداره المركزيه للشؤون الفنيه والاداره السينمائيه على تنسيق دائم مع الشركه المتحده
استقبال كل الافلام الجديده، وايضا العمل في الهيئه العامه لاصول الثقافه على ان احنا يعني ندخل سينمات جديده دائما الى السينمات الموجوده، فيبقى العدد عندنا دور العرض نتمنى ان يوصل ل 100 باذن الله. يعني ان شاء الله. يعني في كمان انا رقمي ومصر تقرا، سمعنا عن المبادرتين دول، حابين حضرتك تكلمنا عنهم. والله هي مبادره انا رقمي هي مبادره لارتباط الاطفال وتعليمهم وتثقيفهم بكل ما يخص التطبيقات الالكترونيه والابتكارات. طبعا الدوله بتنادي من خلال القياده السياسيه دائما ان يا جماعه لابد ان يبقى فيه ارتباط من الاسر والاطفال والاختيارات بما هو طبيعه العصر الان. يعني فطلعت مبادره انا رقمي قائمه على اربع اهداف اساسيه. الهدف الاول هو اكتشاف الموهبه في ثلاث مراحل عمريه اللي هي بيمثلوا جيل الفا وجيل زد، اللي هي المرحله الاولانيه لغايه 12 والمرحله الثانيه لغايه 18 والثالثه 27. بعد مرحلة اكتشاف الموهبة بيجي من خلال المسابقات المختلفة والمتنوعة، بيجي بعد كده دعم ورعاية الموهبة دي من خلال بقى إقامة ورش، من خلال تدريبات، من خلال مؤتمرات، من خلال حفظ حقوق الملكية الفكرية للأطفال. بعد كده يعني احنا كمان عايزين نفكر مره تانية مشاهدينا ان سينما الشعب بتوفر الافلام الحديثه موجوده دلوقتي باسعار رمزيه، فاحنا بنشجع كل يعني المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي روحوا في العيد واتفرجوا على الافلام دي. وكمان مبادره انا رقمي ومصر تقرا مبادرتين مهمين جدا جدا. نشكرك الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئه قصور الثقافه، كل سنه وحضرتك طيب.